حين تكون السلطة والقوة في يد الشخص الخطأ، سيعاني كثير من الأشخاص الذين لا ذنب لهم، مثل بطل قصتنا The Doll Maker أو صانع مقلي العيون، موضوع مقطعنا هذا اليوم. معكم أندر يا أساطير النهاية، لذا لا تنسوا اللايك والاشتراك ولنغوص في عالم النهاية. فاين من روسيا، طفل يتيم الأم في 9 من عمره، معجب بأبيه كثيرا الذي يعمل كصانع للدمى. كان يجيد صناعة الدمى بمختلف أشكالها. أراد الكل الحصول على تلك الدمى الغريبة المفعمة بالحياة والمليئة بالواقعية، كما أن كل دمية تختلف عن الأخرى وبطريقة يدوية. وفي إحدى الأيام طلب رجل غني يدعى جير دمية لولد بحجم طبيعي، لكنه كان يتحدث بطريقة فظة مع صانع الدمى، فرفض صانع الدمى لأنه لا يحب أن تهان كرامته لأجل المال. استشاط جير غضبا ووعده بالانتقام، حيث قام بأمر عصابته بالتخلص منه، حيث أضرموا النيران في بيت الرجل صانع الدمى هو وابنه. هناك قام الأب بإمساك ابنه ورميه خارجا، لكن لم يحالفه الحظ للنجاة. فاين كان يصرخ للمساعدة، لكن الوقت قد فات، وبعد أن تم إخماد الحريق دخل فاين محطما يبحث عن أي شيء ليذكره بأبيه. المكان مليء بقطع الدمى البلاستيكية الذائبة والمتفحمة، لكنه وجد شيئا لم يتضرر، مقلاة عين زجاجية قرمزية اللون. أمسك بها جيدا ووضعها قرب قلبه، ولم يصدق أن كل شيء كان في حياته ذهب فجأة. عندما سمع جير بنجاة الفتى أرسل رجالا من العصابة لإمساك فاين والتأكد من موت الأب، وبعد أن تأكدوا من جثة الأب قاموا باختطاف فاين وأخذه لرئيسهم جير. جعل جير فاين عبارة عن هبة له بدل الدمية التي طلبها، حيث بقي فاين ل3 سنوات كسجين في بيت ذلك الوقت، يتحدث وحده يوما تلو الآخر حتى فقد فاين عقله. وفي إحدى الليالي فاين لم يتم سجنه جيدا، وما زال غليل ثأر أبيه في قلبه. ذهب لغرفة جير وأمسك قلما حديديا من المنضدة، ثم غرسه في رقبة جير حيث ضربه عدة ضربات لحد الموت، ثم هرب. وقد سرق بعض الأموال من جير وأصبح حرا أخيرا. بدأ بالتفكير ليكون صانع الدمى الجديد بواسطة المال الذي لديه. اشترى المواد اللازمة لصناعة الدمى وحاول تقليد والده، وتمكن من صناعة دمية جميلة، لكنه كان يركز كثيرا على مقلي العيون التي جعلته مهووسا بها. ومن كثرة صناعة الدمى البلاستيك والخزف انتهيا. وبعد فترة وجيزة تم إيجاد جثة فتاة على كرسي عام على الطريق بملابس دمية، حيث تم حلق شعرها واستبداله بشعر دمية أزرق بلاستيكي، وتم خياطة ابتسامة لها، وكذلك تم استبدال عيونها بمقل عيون زجاجية مكتوب على تلك الدمية إيميلي رايدر. وكانت هذه فقط البداية. فاين أراد أن يكون مثل دماه، حيث اقتلع عينه، وبالرغم من الألم الرهيب وضع ذكرى أبيه الوحيدة مقلة عين زجاجية قرمزية اللون، ثم قام بخياطة ابتسامة له، لكنه لم يكملها بسبب الألم، وجرح وجهه بالمقص معلنا عن أنه صانع مقل العيون الجديد. الاسم الحقيقي للدول ميكر هو فاين بافل فولوكليف، حيث ولد سنة 1962 في روسيا. ذا دول ميكر هو أحد أوائل أفراد فرقة جاك مع كاندي بوب وبابا جراندي. شكل ذا دول ميكر: لديه شعر أسود طويل إضافة إلى بشرة شاحبة، وفمه مخيط من جهة، كما لديه عدة ندوب وأكبرها فوق الأنف. أما أكثر ما يميزه مقلة العين القرمزية المتوهجة التي لديه، كما أن أظافره خشنة ومتسخة. شخصية ذا دول ميكر هو شخص بالغ محب للأطفال، لكنه ليس ودودا، قليل الكلام، ذكي وخشن الطباع، كما يعجب بالعيون البشرية المميزة. قدرات صانع مقل العيون:
تتمثل في كونه يستخدم مقصه لتشريح البشر كأنهم قماش بالرغم من الجلد والعظم. كذلك يمكنه السيطرة على من يضع مقلة في عينه، كما يمكنه معرفة الأشخاص وطريقة تفكيرهم عبر النظر في عيونهم فقط. لدى ذا دول ميكر مساعدة تسمى سفيتلانا أريستوف، وهي فتاة لديها مهق وعيون جميلة للغاية، وقد غسل دماغها وجعلها تابعة له. الدول ميكر لا يقتل الكبار إلا نادرا، فهو يفضل المراهقين خصوصا الفتيات الجميلات. جيسون ذا توي ميكر وذا دول ميكر كلاهما مصمم للدمى، إلا أن الدول ميكر تعتمد دماه على الجمال وخصوصا مقل العيون، وأما جيسون فدماه مرعبة وغريبة الشكل. حين يقتل ذا دول ميكر ضحيته ويحولها إلى دمية، سيتم إيجادها في مكان واضح لكي يراها الناس، وهكذا يحس أن فنه وصل إلى الآخرين. الدول ميكر هو بائع للتذاكر وصانع للأقنعة في سيرك جاك الضاحك. أرجو أن يعجبكم المقطع يا أساطير النهاية، كما لا تنسوا زيارتي على تيك توك وإنستغرام، وأراكم في عالم النهاية.